خلي الدكار الأربعي والمعهد المرتبعي والضاعن المودعي وعد عنه ودعي واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنعي كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجعي وكم خطا حثثتها في خزية أحدثتها وتوبة نكبتها لملعب ومرتع وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي وكم غمضت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقع وكم ركضت في اللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراعي ما يجب من عهده المتبع فالبس شعار الندم واسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف واعص هواك وانحرف عنه انحراف المقلع إلى ما تسهو وتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع أما ترى الشيب وخط وخط في الرأس خطط ومن يلح وخط الشمط بفوده فقد نعي ويحك يا نفس حرصي على ارتياد المخلص وطاوعي وأخلصي واستمعي النصح وعي واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجأة القضاء وحاذري أن تخدعي وانتهجي سبل الهدى وادكري واشكى الردى وأن مثواك غدا في قعر لحد بلقعي آه له بيت البلا والمنزل القفر الخلا ومورد السفر الأولى واللاحق المتبع بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعة قيد ثلاث أذرع لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبع وبعده العرض الذي يحوي الحي والبذي والمبتدي والمحتدي ومن رعى ومن رعي فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب الموبقي وهول يوم الفزع ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيران الوغى لمطعم أو مطمع يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل لما اجترحت من زلل في عمري المضيع فاغفر لعبد مجترم وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي.